هلو تيناتي، شلونكم؟ مساء الخير. بس انا إلي صباح الخير لانه ستوني قعدت من النوم. اليوم ثلاثاء، يعني اليوم راح نسوي خلطة بالبيت. خلطة اليوم راح تكون خلطة لإزالة الرؤوس السوداء من الوش. هاي الخلطة شفتها عند هواية ناس مسويها، يعني شفت هدى بيوتي مسويتها وشفت كذا واحد، وانا مسويتها من زمان، فقلت ليش لا نجربها مرة ثانية سوية. مثل ما تشوفون انا ما مخلية اي شيء على وجهي، فاللي راح نبدي نسويه انه ناخذ قطنة نبللها بماي حار، بس مو كلش حار، يعني انه يصلي بس ماي دافي يقولوا، وراح نخليها على خشمنا تقريبا دقيقة او هيك شي على مود ايش راح تسوي، تفتح المسامات اللي بالانف. هسه صار لها القطنة على انفي تقريبا دقيقة وشوي، فاتصور انفتحت المسامات. اذا تريدون تتأكدون انه المسامات انفتحت خلوها فترة اطول. الخلطة اليوم راح نستخدم بيكنج سودا، بيكنج باودر اي نوع، ناخذ ملعقة واحدة صغيرة. ثاني شي يا تينادي راح نستخدم معجون اسنان. انا راح استخدم واحد من كولجيت، مجربة هاي الخلطة انا قبل فترة وسويتها بمعجون بنعناع وخشمي كلش يعني صار حساس، فراح اخذ هذا اللي مو كلش قوي وناخذ ملعقة صغيرة نفس الملعقة معجون. الخلطة صارت هيج معجون وبيكنج باودر. اللي راح نسوي انه نضيف ملعقة واحدة ماي وبعدين بس نخبط. اوه صار مثل الوقفة، عبالك صمغ صار بس وقف. هسه وصلنا للشغلة الحلوة. راح ناخذ فرشة اسنان نظيفة اكيد، بس تقدر تكون قديمة ما تستعملوها، فرشة اسنان عادية يعني هاي كلش رخيصة. تاخذون الخلطة بالفرشة وتخلوها على خشمكم وتبدون هيجي مثل تفركون، وتظلون تقريبا دقيقة او دقيقتين كأي خلطة تسووها بالبيت. ارجوكم ديروا بالكم، لانه اكو ناس عندها حساسية مثلا من المعجون اذا تخليها على وجهها، اكو ناس عندها حساسية من الكركم، قرأت كم كومنت ما كانوا يعرفون بس وجههم طقق، او بس اذا بشرتكم كلش حساسة جربوا اول شيء على مثلا هنا أنا على رقبتكم بس شوية على مود تشوفون تتحسسون او لا، واذا ما يصير شيء تسووا الخلطة. طبعا قاعد احس انه شوية قاعد يحرق بس مو شيء كلش قوي يعني، بس شكلي ما شاء الله يخبلهم زين رواء مو بالبيت. عشان يقول لي هاي ايش قاعد تسوين انتي؟ يا تيناتي صار لي تقريبا دقيقتين اسوي هاي الخلطة. هسه راح امسحها. تقدرون تروحون تغسلون وجهكم بالماء، بما انه عندي ماء قدامي راح اخذ قطنة صغيرة وامسح المنطقة. هسه مسحت الخلطة ولما ألمس خشمي أنفي أحس ناعم وأحس المسامات كلش مسدودة، ولما أباوع بالمراية بصراحة أحس إنه رؤوس السود رايحات. واو يا تيناتي، حسيت أنا هاي الخلطة كلش ساعدتني، وقاع أحس يعني إنه المسامات صحيح صدق انسدن من صدق وخشمي مثل النظف. بس للمرة الجاية اتصور راح انقعه او ابلل خشمي بالماء الحار فترة شوية اطول، ويمكن استخدم خاولي على مودك المسامات صدق تنفتح. لهنا يا تيناتي ويخلص الفيديو مالتنا مال اليوم، خلطتنا الطبيعية بالبيت. اتمنى تكونون استفادتوا مثل ما انا استفادت. اذا جربوها قلوا لي بالكومنت وقلوا لي اذا فادتكم او لا. احبكم هواي واشوفكم بالفيديو الجاي.